سيسأل السائل مار، انت وين رايح الان؟ وين الخطة الجاية؟ شفناك في العاصمة، كم راح تقعد فيها؟ الحقيقة انا مسافر فورا، لقيت مركب ومسافر فورا، هروح على وهران اشوفها، ومن وهران هاخذ المركب الى منطقة اسمها أليكانتي. فهو نسوق وعايزين نطلع على الطريق الرئيسي، بسموه اوتو رود او مين رود. عم نحاول نلاقي المخرج. بالتالي لقيت هناك في دويره بسموه رامبو او رامبون ولا حاجه هيك، نسيت الاسم. رامبوان بالتالي بسموه رامبوان. ورح ندخل الان، والله المستعان، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون، توكلنا على الله. ادخل. فاحنا ماشيين على الطريق، يعني الحمد لله الطريق هذه شوي، الامس كان مستحيل، كان زحام. انتوا شايفين معي ولا في شوية ضباب؟ انا اعتذر، الجو ضبابي شوي. هذه كانت بس لقطة سريعة هنا في الطريق السريع، اوتو رود، حبيت اوريكم فيها الجزائر. اتمنى تكون عجبتكم، اذا عجبتكم اضرب زر اللايك، اعمل شير لهذه الحلقة، اعمل سبسكرايب حتى توري الناس لو انت من هذه البلد توريهم وين عايش. الحمد لله الان الظروف القياده تحسنت، بقى في شويه خطوط على الطريق ومشين الحمد لله بنظام، اعصابي ارتاحت شوي. احنا الان متجهين الى هذه المنطقه التي فيها جبل اسمه الشريعه، متهيالي اسم المنطقه هو، خليني اقول لك عليه، ثواني ثواني ثواني، بجل جبال بجيل، نسيت المنطقة، بس هو في جبل في هذه المنطقة اسمه بليدة، المنطقة اسمها بليدة وفيها جبل اسمه جبل الشريعة. فاحنا متجهين إليه الآن في طريقنا إلى وهران. أخواتي الأعزاء، هل تسمعوني؟ احنا الآن مرينا من البليدة والموزاية ومتجهين إلى وهران. أنا بحاول أعلي صوتي حتى تسمعوني بوضوح، لأن أنا في الطريق السريع اسمه اوترو. فاضل تقريبا 3 ساعات ونص نوصل ان شاء الله. يمكن داخل السياره الصوت اوضح شويه. حي الشرفه مقبلين عليه، عامل زي جبل حي الشرفه. ما زلنا في طريقنا الى حي مكناسة، يرحب بكم هنا في الجزائر، حي مكناسة. الإخوة اللي من حي مكناسة مرحبا بكم، ها هو الحي تبعكم أصوره لكم. ما زلنا في الطريق وبدأت أجوع شوي، فأنا شوفوا بقى أنا شو شاري معي، يعني ما شاري، أسف عفوا، أخي نجيب اشترى لي هذه هدية، هدية رحيل يعني. حد عارف ما هذه؟ إنها الكرنطيطة. كرنطيط عبارة عن خبز مع الحمص، بس أنا بحب إني أوريكم إنه الأكل طيب، يعني الأكل هذه فعلا طيبة. والظاهر أخي نجيب موصيهم ما يكتروا الهريسة، لأنه بيعرفني شوي الهريسة بقت تزعج. من أطيب الكرنطيكات اللي كلها، والآن حتى تكتمل الوجبة عندنا المبرج. بقالي 3 ساعات ونص على السوق، بدأت الشمس في الغروب الآن، الطريق رائع جميل جدا، الجو 18 درجة ونص. لو فكرت احنا في اي شهر الان وهي نهاية السنة، هتستغرب كيف الجو هيك حر، بس المنظر رائع على فكرة، وعم استمتع بكل لحظة من هذه الرحلة. الكاميرا شغالة ولا؟ وصلت وهران متأخر شوي اخوتي، الساعة الان 9، سوري 8، 8 ونصف، وما في شيء قادر اصور لانه كل شيء ظلام. بعتذر انا بنزل الكاميرا لانه احيانا بيكون في سيدات ما بحب ابين لهم ان انا بصورهم، يعني حياء واحتراما، بس بدور على مكان اطبع فيه ورقه ما الاقي. احاول. رحت على هذا الاوتيل اسمه هوتيل فانتازيا هنا في وهران، سيده محترمه بتشتغل جوا، سيده محترمه اشكروها يا جماعه، اسمها ريما، ريما سيده ريما، طبعت لي الورقة وساعدتني لأنه ما كان عندي ورقة. هاي الورقة، اشكرك يا مدام ريما.
انتهت رحلتي في الجزائر مبكرا. هو المركب اللي انا راح اسافر منه من وهران المرسى متجهين الى اسبانيا أليكانتي. كانت رحلة سريعة جدا، استمتعنا فيها، شفنا فيها بعض المناظر الجميلة. كنت احب اقعد اكثر لكن نظرا للظروف مضطر اني امشي. اترككم في سلام اخوتي ونراكم الحلقات القادمة. اذا عجبتك هذه السلسلة وهذه الحلقات اضرب لايك، اعمل شيء، اعمل سبسكرايب. نراكم الحلقة القادمة، نحاول بقى نكمل لكم في اسبانيا ان شاء الله، نشوف ماذا يحمل لنا القدر. للقاء.